كاميرا سيداتي أنساتي نزلت صورت فعاليات معرض الصناعات الثقافية مصر الصين في دورته الثانية، واللي بيضم مجموعة مختلفة من الحرف اليدوية وفنون تراثية بين البلدين. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نبدأ مع حضراتكم فقرات حلقتنا، وأنا منتظرة مشاركتكم طبعا عبر الهاتف وعلى صفحتنا على الفيسبوك. مصر والصين كحضارتين طبعا مش هنقدر نتكلم عنهم كحضارة، لكن انا هتكلم على الخط في الصين والخط في مصر. الخط في الصين ما بيقلش عن مصر في حاجة، بل بيزيد. الخط في الصين بينقسم لثلاث أجزاء: الخط القديم جدا اللي هو عصر ما قبل الميلاد، بعد كده العصر المتوسط، وفي العصر الحديث. معرض متنوع الحرف التراثية، الهدف منه يعني ان احنا بنعرف الجمهور المصري على الحرف التراثية الصينية، وفي نفس الوقت بنعرف الجمهور الصيني على المنتجات الصينية. دي شنطة، دي طاقية، برنيطة، الشغل اللي انا بعمله بايديا باسعار يعني معقولة جدا. ده تاني معرض اللي هو الصيني المصري انا اشترك فيه. المنتجات اللي انا بقدمها الاكسسوارات الخرز والشغل التراثي الصيناوي، الاسعار معقوله يعني. احنا اصلا اصحاب مشغل يعني، فالحاجه من المنتج للمستهلك تبقى اقل شويه. احنا بنقدم منتجات من الخرز واللولي والمرمر والعقيق، الاسعار بتبدا مثلا من 20 جنيه لفوق يعني، حسب الماده اللي موجوده او الخامه اللي موجوده. بنيجي كل سنه هنا بنعرض في الهناجر، انا بقدم منتجات سينا من عبايه، تونيك، شال، جيليه. الخامات بتاعتنا كلها مصريه، عندي اقطان وعندي كل الشغل بتاعنا على اقطان. انا عندي كذا منتج مختلف طبعا، انا عندي الخرز وعندي في شغل الخوص وفي شغل تطريز على القماش وفي شغل اطباق وفي طواقي وفي قفف.